دكتور ناصر، دكتور ناصر تعال. طبعا ليس لا شك صار اذا كنت ما يتصل بكتاب الله هذا الباب الذي يمير ويطفئ هذا يسمى باب بني شيبة، هذا باب بني شيبة. أما بعض الدور والبيوت المهمة فيه، نعم نعم سأفعل، مسافة بينهما قديما، هذه مسافة بين الصفا والمروة. أرض ابن الخطاب رضي الله عنه في هذا المكان بجوار جبل يسمى جبل عمر في هذا المكان. أيضاً